يا شيخ، بناء بيت الإمام والمؤذن هل يعتبر يعني من عمارة المسجد؟ لا، فضله يا شيخ. لا، ما يعتبر، لكن لا شك إن فيه خير وفيه مساعدة، لكن ما يعتبر كبناء المسجد، بين فرق عظيم. وكم من إنسان أتى إلى المسجد إماما أو مؤذنا بدون بيت، وكم من إنسان ترك ذلك مع وجود البيت. لكن صحيح أن وجود البيت للإمام والمؤذن يعينه على أداء الواجب، لأنه يكون قريبا يسهل عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي، أو يذهب إلى المسجد ويذهب. نعم.